لو الحكاية فيها إن فيتو. وربنا يسهل يعني الكثافة تزيد بعد الساعة 3. عودت السادة المواطنين الناخبين من عملهم في برضه أتمنى إنها تزيد. بكرة برضه أتمنى إن السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية إنه يدي أجازة. أجازة برضه هتساعد إن الناخب ينزل بعملية يسر أفضل يعني مش نص يوم. أجازة؟ آه أجازة. هو نص يوم بيروح يمضي ويجي، لا خليها أجازة يوم كامل. شايف ده ممكن يساعد شوية في موضوع الكثافة طبعا العددية، هيساعد أفضل من نص يوم. يعني خليها نص يوم، خليها يوم كامل.